ومرحبا بكم إخواني أخواتي في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب. ولله الحمد أمطار والثلوج متواصلة على المملكة بإذن الله، مع احتمال هبوب رياح نسبيا قوية على أقاليم جنوبية للمملكة. فلا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة. والآن إلى التفاصيل. ويتوقع بإذن الله رياح وكذلك عاتية نسبيا رياح قوية على أقاليم جنوبية المملكة، وأمطار وثلوج حاضرة فوق المرتفعات وكذلك المناطق المجاورة. ويتوقع بإذن الله تساقطات مطرية جد معتبرة على تازة، فاس وكذلك مكناس، ربما تكون بعض التساقطات المطرية كذلك على فاس ومكناس الخميسات والماس. أمطار حاضرة الرمادي بسليمان الدار البيضاء ربما كذلك القارب بسليمان، وسطات نسميا أمطار ضعيفة في هذه المناطق. بالنسبة لمرتفعات الأطلس وكذلك بني ملال زود شيخ خنيفرة تبانت وإفران وسكورة متاز وتنفيذ سوف تعرف تساقطات ثلجية وأمطار إن شاء الله. بالنسبة لتوقعات الجهة الشرقية أجواء نسبيا غائمة مع انخفاض في درجات الحرارة مع تكون جريحة أو ما يسمى بالصقيع كذلك فوق المرتفعات والهضاب العليا. أما بالنسبة لتوقعات الأمطار على الوجه متوسطي أمطار حاضرة على الناظور والحسيمة. أما بالنسبة لتوقعات الفترة لليوم إن شاء الله فيتوقع أن تكون بعض التساقطات المطرية فوق مرتفعات خنيفرة وكذلك المناطق المجاورة. بالنسبة لتوقعات يوم الأحد فيتوقع بإذن الله أن تكون كذلك الأجواء غير مستقرة خصوصا على الوجه المتوسطية مع احتمال بعض التساقطات المطرية الضعيفة محليا. والمدن المعنية بهذه التساقطات المطرية فهي الحسيمة ببردة وتطوان. أمطار حاضرة على بركان والحسيمة ولكن تبقى أمطار ضعيفة محليا. بالنسبة لتوقعات يوم الاثنين أجواء كذلك مستقرة في معظم مناطق المملكة مع احتمالية أجواء كذلك غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلس وتكون بعض التساقطات المطرية أو الثلجية أو جريحة. بالنسبة لتوقعات إن شاء الله يوم الثلاثاء فيتوقع أن تكون الأجواء نسبيا كذلك غائمة مع احتمال بعض القطرات ربما تكون ضعيفة محليا بسبب هذا المنخفض الذي يتجول قرب المملكة. أما بالنسبة لبداية شهر فبراير فيتوقع اقتراب هذا المنخفض الجوي من المملكة ضعيف نسبيا، ولكن فهذه التوقعات ما زالت بعيدة المدى. ربما يتحسن هذا المنخفض ويعطي أمطار ويدخل المملكة ويعطي أمطار جد معتبرة بحول الله، وهذا ما نتمنى إن شاء الله. أما إن شاء الله يوم الخميس 2 يناير أجواء كذلك غير مستقرة مع احتمال بعض التساقطات المطرية على مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط وتساقطات ثلجية حاضرة. الجمعة 3 يناير أجواء صافية إلى قلة السحب مع احتمالية بعض التساقطات المطرية خصوصا على تطوان والحسيمة بسبب دخول هذا المنخفض القطبي أو جبهة ممطرة من المنخفض القطبي، لكن تبقى أمطار ضعيفة محليا. فالمنخفضات الأطلسية هي التي تعطينا أمطار جد معتبرة، أما المنخفضات القطبية فهي تكون مقتصرة على الشمال فقط شمال المملكة. بالنسبة لتوقعات يوم الأحد والاثنين فهذه التوقعات ما زالت بعيدة المدى.